للمزيد ينضم الينا خالد شقير مراسل اكسترا نيوز في فرنسا بعد التحيه لك خالد اذا وزير الصحه الفرنسي يقول ان الموجه الخامسه من فيروس كورونا والتي تشهدها بلاده طبعا وكل دول العالم قد تكون الاخيره لهذا الفيروس ولكن السؤال الان ما حجم الاصابات الموجوده في فرنسا وكيف تتعامل معها السلطات الصحيه هناك تحياتي شادي ليك وللسادة المشاهدين بين إجراءات تخفيض الحجر الصحي على المصاحبين أو المصابين عفوا وأيضا المخلطين للمرضى دخلت هذه الموجة الخامسة وبداية الموجة السادسة هنا يتحدث الكثير شادي وبصفة خاصة أن الإصابات تفوق المئتين ألف إصابة التخوف كل التخوف أن مع زيادة هذه الإصابات وبالرغم من أن أوميكرون كما أكدت السلطات الصحية أنه فيروس ليس بالخطير يعني ليس بيدفع بالكثير كفيروس دلتا في المستشفيات إلا أن فرنسا اليوم أكثر من 60% من الإصابات هم فقط بأوميكرون والباقي من دلتا إذا ما زالت المستشفيات الفرنسية بتعاني شادي والضغط على المستشفيات الفرنسية جعل السلطات الصحية تقوم بتأجيل وإخراج بعض من المرضى من المستشفيات وبصفة خاصة أن الأعداد تقترب من 19 ألف بالمستشفيات وأيضا بغرف العناية المركزة تفوق 3600 نحن مع سباق مع الوقت فرنسا أمامها شادي خمسة أسابيع لتطعيم لتطعيم خمسة مليون فرنسي 25 مليون فرنسي يعني في الأسبوع خمسة مليون الحقيقة شادي هذه العملية عملية الجرعة الثالثة تتصارع معها الحكومة الفرنسية والهدف منها هو انقاذ الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبصفة خاصة بعد تسجيل عدد كبير جدا من الاجازات المرضية حسب التأمين الصحي هنا في فرنسا مما يمكن أن يسبب شلل تام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ووسائل المواصلات ولهذا فرنسا بتصارع مع الوقت ولهذا جاء هذا التصريح هو تصريح مطمئن ولكن شادي قد يمكن أن يكون آخر متحور أوميكرون قد وتحت كلمة قد علينا جميعا أن نلتزم والإجراءات الاحترازية ورسالة الرئيس إيمانويل ماكرون ليلة رأس السنة للفرنسيين والخمسة مليون فرنسي الذين يرفضون أخذ اللقاحات بأهمية المسؤولية مسؤوليتهم عن أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم ولهذا هناك الكثير من الطلبات الآن بالبدء والإسراع في تطبيق قانون مش المرور الصحي لا قانون التطعيمات وقانون التطعيمات يختلف تماما لان قانون المرور الصحي كان يمكن يعني القيام باخذ بعمل اختبار والدخول الى المستشفيات او الاماكن الثقافيه او الرياضيه ولكن مع قانون التطعيمات التي يمكن ان يدخل يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من هذا الشهر شادي الامور ستختلف تماما سيكون ممنوع منعا بتا لغير المطعمين الدخول الى الفعاليات الرياضيه او الثقافيه او حتى السفر بين المدن حتى اذا اجروا مسحه وثبت انهم يعني ليسوا ايجابيين بالفعل وهذا هو الفرق بين قانون المرور الصحي الذي كان يسمح لغير المطعمين باجراء المسحه وقانون التطعيمات الذي يمنع غير المطعمين من اصابه الاخرين من المطعمين لن يدفع اكثر من 50 مليون فرنسي ثمن 5 مليون فرنسي هذا هو لسان حال الحكومه الفرنسيه التي تحاول اطلاق تحذيرات وتطالب الجميع باهميه الالتزام حتى تستمر الحياه الطبيعيه، الحياه الاجتماعيه والرياضيه، هناك كثير من المشاكل شادي في جميع القطاعات والخوف والتخوف هو ان تصاب او يصاب فئه العاملين في قطاع النقل العام من جهه، العاملين ايضا في قطاع الصحه والعاملين في المجال التعليم وبصفه خاصه ان الدخول المدرسي سيكون اعتبارا من يوم الغد مره اخرى. شكرا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا خالد شقير مراسل اكسترا نيوز في فرنسا.